اللي معه كتاب مقدس وبيحب يفتح بيقدر يفتح على إنجيل لوقا الإصحاح الثامن العدد 41 لغاية العدد 56، واللي مش جايب معه الكتاب المقدس بيقدر يسمع إلى القراءة. لكن مهم كتير إنه نسمع للنص، لأنه رح نشتغل اليوم من النص. وإذا رجل اسمه يايروس قد جاء وكان رئيس المجمع، فوقع عند قدمي يسوع وطلب إليه أن يدخل بيته لأنه كان له بنت وحيدة لها نحو 12 سنة وكانت في حال الموت، ففيما هو منطلق زحمته الجموع، وامرأة بنزف دم منذ 12 سنة وقد أنفقت كل معيشتها للأطباء ولم تقدر أن تشفى من أحد، جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، ففي الحال وقف نزف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يضيقون عليك ويزحمونك وتقول: من الذي لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي جاءت مرتعدة وخرت له وأخبرته قدام جميع الشعب لأي سبب لمسته وكيف برأت في الحال. فقال لها: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار رئيس المجمع قائلا له: قد ماتت ابنتك، لا تتعب المعلم. فسمع يسوع وأجابه قائلا: لا تخف، آمن فقط فهي تشفى. فلما جاء إلى البيت لم يدع أحد يدخل إلا بطرس ويعقوب ويوحنا وأبا الصبية وأمها، وكان الجميع يبكون ويلطمون. فقال لا تبكوا، لم تمت لكنها نائمة. فضحكوا عليه. كيف واحد بيقدر بلحظة يكون عم يبكي ويلطم ويضحك؟ عارفين أنها ماتت، فأخرج الجميع خارجا وأمسك بيدها ونادى قائلا: يا صبية قومي. فرجعت روحها وقامت في الحال، فأمر أن تعطى لتأكل. فبهت والداها فأوصاهما أن لا يقولا لأحد عما كان. آمين. وليبارك الرب لنا هذه القراءة لنقدم من خلالها كلمة الله في هذا المساء تحت عنوان منابع السلطان في يسوع ابن الإنسان. منابع السلطان في ابن الإنسان. من هو هذا؟ من هو هذا حتى أن البحر يطيعه؟ من هو هذا؟ المرض يهرب ويتلاشى أمامه. من هو هذا؟ الجبال تتزعزع أمام هيبته، والحزن يتبدل، والخوف يزول، واليأس يتبدد،
والليل يصير نهارا والماضي يصبح منسيا والمستقبل فيه ضمانا أبديا. مين بيعمل هيدا الشيء؟ هيدا الشيء ما في إلا واحد بيعمله، اسمه يسوع. بهيدا المساء بدنا نعطيك كل المجد، بهيدا المساء بدنا نقول له يا رب نحن جايين نتأمل في شخصك وفي عظمتك وفي عظيم صنعك. أنا جاي يا رب بهذا المساء مش حتى فقط أثبت حضور في الكنيسة، لكن أنا جاي مثل ما قال أخونا القسيس الأولى لكي أتفرس في جمال وجهك. يا ريت كل واحد منا يكون جاي بهذا المساء بعقلية أنه أنا جاي أخذ بركة من الرب. من هو هذا إذا تكلم سمعه الآخرين باندهاش وقالوا لم نسمع مثل هذا قط. اسمعنا بعدك حكي. وإذا ناقش يعجز أمامه المماحكون، يقول فلم يقدروا أن يجيبوه بكلمة. من هو هذا إذا مشى تبعته الجموع، وإذا دخل مدينة اهتزت أسوارها، وإذا أمر البحر سكت، وإذا انتهر الشياطين فرت وخرجت وهربت. من هو هذا؟ بقلكم مرة تانية، إنه يسوع الذي كتبت عنه الروايات وقدمت عن شخصه العظات. تقدروا تتخيلوا 2000 سنة على مدار الساعة ليلا نهارا يحكى عن يسوع ونتحدث عن يسوع، ولحد هلأ بعد ما خلصنا وما غطينا شو عمل يسوع وشو قدم. من هو هذا؟ قدمت عنه الشهادات والاختبارات بحيث لا يمر وقت ولا يمر ساعة كما قلت لكم إلا ويكون يسوع محور منابرنا وكنائسنا، يشفي ويحرر ويطلق ويخلص. صلاتي بهذا المساء إذا كان في واحد منا في وسطنا بعد ما اختبر يسوع اختبار فردي، مش اختبار طائفي، مش اختبار إثني، مش اختبار ديني، لكن اختبار شخص الرب يسوع المسيح. مثل ما تحدثنا في المؤتمر، نحن نؤمن بالقيامة، لكن محور القيامة ولب القيامة ومركز القيامة وقيمة القيامة شخص يسوع المسيح المقام من بين الأموات. أمين؟ لأنه هو وحده اللي قام وما رجع مات، اللي قام وكلهم من اللي عازر وانت جاي كلهم ماتوا، والبقية كلهم ميتين، اللي عم يصلوا على قبره، واللي عم يحجوا بقبره، واللي عم يزوروا موقعه، واللي عم يبكوا بيلطموا على أيامه وبيحزنوا، واللي بيروحوا بيقطعوا الوديان والجبال لكي يلتقوا بأثر من أثره. لكن شكرا للرب لأنه يسوع مختلف، قالنا إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أنا بجي لعندكم. في داعي تجوا لعندي على أورشليم، ما في داعي تجوا لعندي على الفاتيكان، ما في داعي تروح تحجوا. أنا بقول له للي بده يروح يحج وفر مصرياتك لا تروح تحج، خد عائلتك ومرتك ولادك وعمال سياحة بترجع متبارك أكتر، لأنه يسوع ما في داعي تروح تحج، هو بيجي لعندك وبيسكن في وسطك وفي وسط الكنيسة. هو الذي اخترق القلوب بدون سيف ولا خنجر، غير مجتمعات كاملة دون انقلاب أو ثورة، رفع شأن أمم كثيرة دون أي استثمارات مالية، رفع اسمه ومجده عاليا في أرجاء البلاد العظمى. إنه يسوع يستحق أن نقف وأن نقول له مبارك اسمك
أيها السيد الرب، مبارك اسمك لأنك أنت إلهنا. واليوم منوقف إخوتي الأحباء من كل هالإنجازات، من كل هالأمور اللي يعملها يسوع، عند حادثة بسيطة لكن فيها دروس روحية وبركة وتعزي لحياتنا. إنها حادثة شفاء النازفة الدم وإقامة ابنة يايروس. تقول الحادثة، يقول النص، يايروس عنده بنت عمرها 12 سنة، بيذكر اسمها وبيذكر عمرها 12 سنة، مريضة، ابنة رئيس مجمع، شخص مهم، بيجي لعند يسوع، رئيس مجمع، بخر عند قدمي يسوع، بترجاك. اللي عنده ولد بيعرف قديش الولد غالي، ولما بيسخن الولد وبيمرض إن احنا الأهل منخوت، شو بدنا نعمل؟ وإذا حالته تدهورت يا رب أنا ولا هو، مش هيك؟ البدك يا دكتور، بده دم خد دم، بده كلية خد كلية، أنا بعطي حياتي من أجل أولادي. جاء هذا الشخص الكريم بعباءته بمقامه، خر عند قدمي يسوع، قال له ابنتي تموت، أرجوك تعال واشفيها، ابنتي عمرها 12 سنة. قال له يسوع يلا هيا بنا إلى بيتي يايروس ونرى ما الحدث. وبينما هو ذاهب تأتي امرأة تنزف الدم، قدي 12 سنة، هيدي تنزف دم 12 سنة، وهيدي مريضة عمرها 12 سنة، لكن الفرق بيناتهم كان كبير. هيدا الشخص بنته عم بتموت ومريضة جدا في حال الموت، يعني الموضوع ما بيقبل التأجيل. هذيك المرأة هاب تنزف دم 12 سنة، يعني أكيد كانت بتمرق 12 سنة ويومين، اللي تحملت 12 سنة بتحمل لها اليومين. لكن هي شو قالت؟ يلا يسوع رايح إلى بيت يايروس لكي يشفي، يعني هو بيقدر يشفي. عجب، أنا كيف بدي أعمل؟ أنتوا بتعرفوا ست يهودية تنزف دم نجسة، كيف بدها توقف وتقول له أنا هيك معي؟ يعني موقف محرج، مش هيك؟ موقف محرج. قالت ألمسوا. فأول نقطة اليوم نتأمل فيها لمسة الإيمان. قالت، ارجع للنص، جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، ففي الحال وقف نزيفه. لمسة إيمان، استطاعت بهيدي اللمسة أن تنتزع من يسوع شفاء. يايروس وقته محدود، الوضع محرج، النازفة الدم تلمس يسوع. بدي أسألكم سؤال، مين دري باللي صار؟ أحد. طيب ليه يسوع يوقف بكل قلب بارد من لمسني؟ لا أنا بدي أوعظ، أنتوا بس بتسمعوا اليوم، تحت بتناقشوا، هون بس بتسمعوا. ليه؟ لأنه شو ما حكيتي جواب بدي أقول اللي عندي اللي كاتبه بح قلبي وأنا عم حضر. طيب نسيتوني الفكرة. طيب هلا هيدي قطشة بالمونتاج يا خيي. طيب ليه تقول من لمسني؟ يعني لدرجة بطرس
قال له يا رب لو قلت من نكعني، يعني نكعني، من ضربني، من دفشني بفهم. بقول لك ليك هذا كان عم يدفش، تعال هون لا عم يدفش المعلم، شحطه. الشباب كانوا دائما هيك بحيطوا حوالين يسوع، ما بيقدروا على الكبار، بيقدروا على الاولاد، كل ما يشوفوا ولد بقلعوا. هلا يعني واحد لمسني بهيدي الزحمه كلها بتقول من لمسني؟ القصه مش بالزحمه، القصه باللمسه. القصه مش مهم قد ايه الناس قريبه من يسوع، القضيه مش مهم جغرافيتك تجاه يسوع، لكن اي نوع من الثقه بينك وبين يسوع. كل اللي كانوا حواليه كانوا لامسين يسوع، كل او غالبيه اللي حواليه كانوا متمسكين في يسوع، واللي دقر بثيابه واللي دقر بايده واللي دقر برجله، واكيد كان في ناس عم يوجع ظهره، ناس عم بينه ما بعرف ايش، عندهم ضعف بصر، حالات كثيره. لكن اخوتي الاحباء تاتي هذه المراه ما بتقول وامسكت، لكنها لمست. لمست شو؟ هيك يعني، يعني هو هيك اللي كان يلبسه قبل شوي تياب فضفاضة، قالت إذا بدقر تيابه بشفى. طيب مرأة يا رب، لا أنت انتزعتي بركة، أنت انتزعتي شفاء، عملك هذا عمل بطولي، بدي كافئك عليه أمام الجميع، بدي أعلن أمام الجميع أنه هذه المرأة بطلة، مش امرأة نجسة، هذه المرأة لمستني. أنا أعتقد أن هذه المرأة كانت فقيرة. ليه؟ لأنها أنفقت معيشتها على الأطباء، وبتعرفوا ببلادنا اللي بيقع بين إيدي الأطباء الله يساعده، بيضلوا يعالجوا لآخر قرش بجيبته، مش هيك؟ وكانت يائسة لا أمل بلا الشفاء. بعد ما خلصوا مصرياتها الدكاترة قالوا لها بتعرفي روحي قعدي ببيتك، ما في أمل أنك تشفي. وبائسة لأن معزولة عن أمور كثيرة، على الهيكل ما فيها تدخل، فيها تلمس حدا، نجسة نجسة. الناموس حتى في وضع جدا محرج، هذه المرأة بحسب الناموس نجسة، لم يبقى لها سوى يسوع، واستطاعت أن تعرف قدراته اللامحدودة أكثر من الناس اللي كانوا ملزوئين فيه اللي هن تلاميذه. وبده يكافئ الرب. كثيرين لمسوا لكن بلا جدوى. البركة مش بالمقاييس الجغرافية مثل ما قلت لكم. اوعى يضحكوا عليكم الناس يقول لك روح على هالكنيسة الفلانية فيها الشيء الفلاني بتتبارك منه، روح إلى المكان الفلاني ولا الحج الفلاني واندر واعمل وحط ورقة واكتب وإلى آخره. لا تحتاج إلى كل هذه الخزعبلات، تحتاج إلى لمسة إيمان من يسوع. مرات واحد بيجي بيقول عم بيجي على الكنيسة وما في بركة. أنا بقول لك بدك تجي بعد 100 سنة مش رح تاخد بركة. إذا عم تستنى تاخد البركة من الأسيس وأنت عم تراقبه شو بده يحكي، وإذا عم تستنى تاخد البركة من فلان ومن علان، إذا جاي على الكنيسة وجسمك بالكنيسة وعقلك بمكان تاني، مثل كتير من أحيان بحزن طلع هيك الاجتماع فاضي. ليه؟ قال في مباراة اليوم. نحن بالزمانات كان في عنا بسوريا طالع مسلسل اسمه مدبلج اسمه كاساندرا، تعرفوا؟ مين بيعرف؟ كيف حالك يا ألفونسو؟ مش هيك؟ كانت تعرفوا شو صار؟ صار في عنا خلل اقتصادي في البلد. كان يطلع المسلسل الساعة 7 مثلا، المحلات ما في شغل، 5 حافظتيه كمان، يطلع الساعة 5 المحلات تسكر ما في،
العالم كلياته وين؟ على كاساندرا، وعم يحللوا كيف بدها تنحل قصة كاساندرا. واللي ما لحق جاي من شغله بسرعة ماشي التلفزيونات على البلاكين بيسمع، بلحق برقد. حتى بالكنيسة عنا غيروا مواعيد الاجتماعات، مسكين فوت القسيس هيك بطلع. العالم بدها تشوف كاساندرا كيف بدها تنحل مشكلتها. ما كان في مثل هلا انترنت بشوفوا الحلقة الأخيرة وبيعرفوا القصة من المسلسل طالع بتركيا مش عارف ايش وإلى آخره. كانت البلد تفضى والبلد تضوج. ليه؟ جاي كاساندرا. أنا ليش جبت قصة كاساندرا؟ خلوني أرجع لهون. تجي على الكنيسة أي سبب ممكن يأخرك عن الكنيسة، كبست عليك الناعوسة، أكلت اليوم تقلت، مالي جلادة. وإذا بتجي على الكنيسة شحط، بتقول يا رب إن شاء الله هيك بالكنيسة ما أخفالي شي غفوة. من وين بدك تأخذ بركة؟ من وين بدك تأخذ بركة وجاي أنت مخلص؟ بدك بعد العمر الطويل حتى يكتبوا مات متمما واجباته الدينية، هاي بيحطوه على ورقة النعوة مش هيك؟ يكون ميت بخناقة بشي خمارة أو بشي مكان، تاني يوم بيعلوا نعوته مات متمما واجباته الدينية. نحن في بعض الأحيان منفكر الكنيسة هي واجبات دينية. يا حبيبي نحن مش أحسن منهم. إذا ما بتجي على الكنيسة، إذا ما بتجي على الاجتماع، إذا ما بتجي على مكان العبادة لا تنتزع بركة من الرب، أنا بقول لك خليك في بيتك. معلش خلي يزعل القسيس وما يزعل الرب، تكون مجرد دمية قاعد في الاجتماع ووقفوا من وقف عدوا من عود وقفونا وعدونا مرتين ثلاثة اليوم هلكونا، غمضوا عينكم ونصلي فتح عينكم آمين إلى آخره. أنا بقول لك شغلة، مش إذا أجا بول، مش إذا أجا نقولا، ولك إذا أجا بولس الرسول ذات نفسه ووعظ وفي بالكنيسة واحد مثل أفتيخوس بنام بالاجتماع مش رح يستفيد، رح يوقع ويجي على راسه شك أكثر من بولس الرسول. أخي الحبيب مفتاح البركة في يدك ومصدر البركة يسوع. لما بتعرف تحط هيدا المفتاح بهيدا القفل بتقدر تفتح ينابيع البركة، غير هيك ما في. هيدي الإنسانة استطاعت أن تفهم وأن تعي وأن تعرف أني لمست يسوع رح تعطيني الشفاء. هداك الوقت لما بتجي على الكنيسة بتشوف بركة، كل ترنيم بتترنم بتتبارك فيها، كل صلاة بيصليها الأخ بتكون أنت عم بتصلي معه ومتحد معه، كل عبادة كل جزء من أجزاء الاجتماع بتشعر حالك جزء منه. ليه؟ لأنك انتزعت البركة من يسوع. صلاتي إذا في واحد منكم بهيدا اليوم، أنا ما بعرفكم كلياتكم ولا بعرف خلفياتكم، والأسيس ما حكي لي شيء، حكي لي بس مو كتير. هزي لكم شغلة، المجال مازال مفتوح. إذا شاعر نفسك عم تجي على الكنيسة بس هيك لترضي فلان ولا ترضي علان، أنا بقول لك اليوم يغير موقفك وقل له يا رب أنا بدي أنزع لمسة شفاء. من لمسني؟ يا إيروس طلع هيك وقفت الجموع. أنا ما لمسته، لمسته. بطرس أنت اللي كنت عم تلمس المعلوك، أنا ما لمسته، أنا كنت ورا. من لمسني؟ هذا يقول أنا مش أنا. أخذوا عطوا شدوا ردوا، الأخير شافت المرأة أنه لا تستطيع أن تخفي نفسها. قامت إجت هيك زحزحت الشباب، قالت له أنا من لمسك؟ يا إيروس يتطلع فيها يقول أنت منين طلعتي لنا؟ أنت من وين طلعتي لنا؟ 12 سنة في عيلتك ما عرفتي تجي إلا هلأ وأنا بنتي عم بتموت، ولك مرأة ونجسة بحسب الناموس جاي وعطلتي وأخرتي، يلا خلصينا بدنا نمشي. صد ورد وصد ورد، بيجي واحد بيقول له لرئيس المجمع لا تتعب المعلم، ما تتعبوا. على فكرة هيدي الكلمة يعني إلى مثل ما بقولوا
لازم تقراها بين السطور، يعني المعلم روح لك البنت خلاص كتر خيرك يا سيدي، كفيت ووفيت، ما قصرت مثل ما بيقولوا، ما قصرت، كفيت ووفيت. وهنا تأتي النقطة الثانية، كلمة السلطان. يسوع بيطلع هيك بيقول له، بيرد عليهم، بيناقشهم، بيقول لهم انتوا ما خصكن، بيقول لهم انا بشفي وبحيي. لا، شو بيقول له؟ شو بيقول له؟ لا لا تخف. تعرفوا ليه؟ لانه الموت مخيف، الموت مخيف. لما اشتغلت بدفن الموتى ما كنت حفار قبور، كنت من هودي اللي بلبسوا الطاقية والطقم أزرق، طبعا كان وزني أنقص، الطقم كان يجي هيك مرتب، وكرافات كحلية، نوصل عند الميت يكون حاطين لنا إياه ونحن نسلته لتحت. تعرفوا بهاللحظة اللي عم يسلط فيها لتحت شو عم يصير باللي حواليه؟ عم تتغير ألوان وجههم، موديلهم عم يتغير، شفايفهم عم تزم، عيونهم عم تجحظ، ملامح الخوف على وجههم، كل واحد بيطلع هيك بقول يا ويلي يا ويلي. واحد حط على قبره، كل واحد يحط هذا، إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أيتها النفس لي الحياة هي المسيح، كل واحد يحط له آية أو قول مأسور. واحد حط على قبره نحن السابقون وأنتم اللاحقون، يعني كل ما بتعدي قدام هالقبر بتتذكر أنك أنت الموت مخيف. في حدا منكم يعني هيك بيروح لعند الدكتور بيقول له بدك تموت، بيقول له إيه شو هالخبر، يسلم تمك، عن جد بدي موت؟ بينشف، بده يرعب، بده يرتعب. حتى لو كان مؤمن بده شوية، حكوا لي قصة بإستراليا، في أخ بالكنيسة طلع معه مرض سرطان وفحص وإلى آخره، قال له الدكتور عندك أسبوعين، قال له أبدا أسبوعين قولا واحدا. فهذا راح رتب البيت وزبطه وعزم الأخوة، بعض الأخوة، وقعد معهم هيك وودعهم إلى آخره، فعلا على الأسبوعين كان ماشي. لكن الموت مع ذلك مخيف إخوتي الأحباء، مخيف، بتحس كأنه هيك يعني الجو صار تحت سيطرة غريبة. وأكبر شنب قدام الموت بنخ، وأكبر أبضاي لما بيشوف أعزاء وأحبائه في القبر بيخاف وبيرتعب. قالوا له لا تتعب ابن المعلم، ابنتك ماتت. ما قال له يسوع أنا أقيمها، قال له لا تخف. أول كلمة لا تخف، منابع السلطان في ابن الإنسان في الكلمة. الرب عطانا في الكتاب المقدس مواعيد لكل الظروف، وبيقولوا كررت كلمة لا تخف في الكتاب المقدس 366 مرة. ألا ما بحط بزمتي، سمعتها من واعظ، حتى لكل يوم يكون فيه وعد لا تخف. وسنة الكبيسة اللي بتيجي كل 4 سنين كمان بيكون في إلها وعد لا تخف. لأنه مشكلة المشاكل في حياتنا الروحية لما بيدخل الخوف إلى قلوبنا ما بنعرف شو بدنا نعمل. يسوع كان يقول لهم لتلاميذه لا تخافوا، لما ظهر لهم لا تخافوا، لا تخافي، لا تخاف لأني معك، لا تخاف، لا تخاف. وعود الرب بأن لا نخاف كثيرة جدا. كلمة السلطان كانت لا تخاف، لأن طرقكم ليست طرقي، أفكاركم ليست أفكاري. أنت يا ييروس بدك بنتك تشفى؟ بدك بركة الشفاء؟
أنا رح أنقلك لاختبار أعظم من بركة الشفاء. أنت يا يايروس جيت لعندي وسجدت أمامي وسجدت أمام قدمي، بالك يا يايروس هذا الانكسار وهذا التذلل وهيدي الدموع اللي زرفتها وأنت عم تترجاني أنا رح أتجاهلها؟ أنت شو مفكر أنا يسوع بدون ما تسألني أعرف ما أنت تحتاجه؟ بضيع لك هالدموع؟ بضيع لك هالانكسار؟ أبداً. الرب بيتعامل بظروفنا وبمشاكلنا بطرق مختلفة وبتواقيت مختلفة. نحن بدنا الرب يحل مشكلتنا بالطريقة الفلانية وبالساعة الفلانية. هيدي حبيبي ما بتزبط، وإذا زبطت مرة مرتين ما بتزبط دايماً. الرب بيحل تحدياتنا ومشاكلنا وصعوباتنا بطريقته. كتر خيرك. والرب بيحل مشاكلنا وصعوباتنا بتوقيته، مش بس بطريقته لكن بتوقيته. لا تستطيع أن تقول له يا رب إذا من اليوم من هلأ ليومين ما انحلت مشكلتي ترى ما أقدر أعمل شيء. يا رب كتير حلو، اعتراف كتير حلو، هو المطلوب منك أنك ما تقدر تعمل شيء حتى هو يعمل كل شيء. أمين. لا تتعب المعلم، حتى ما يفكر يايروس إنه هذه المرأة المريضة 12 سنة كانت سبب بوفاة وموت هذه البنت اللي عمرها 12 سنة. يسوع مباشرة يعطيه كلمة السلطان ويقول له لا تخاف. هدول الأشخاص اللي قالوا له لا تتعب المعلم عم بيقولوا له يا رب أنت قدراتك محدودة، أنت بتشفي بس ما بتحيي، أنت بتحل هالمشاكل لكن هالمشاكل ما بتقدر تحلها، أنت بتساعدنا بتحدياتنا العادية لكن بالأمور المستحيلة وغير المستطاعة يعني كيف بدك تحلها يا رب؟ كثير من الأحيان بنعمل هيك، نحن بنقول الرب قادر يحل هون بس هيدي المشكلة كيف الرب بده يحلها؟ أنا أقول لك اليوم أن المعلم لا يتعب، لا يتعب ولا يكل. تعرفوا شو عم بيعمل المعلم؟ تعرفوا شو عم بيعمل يسوع هلأ؟ جالس عن يمين الآب. شو عم يعمل؟ بيتفرج علينا، يشفع فينا، يهتم بكل تحدياتنا وظروفنا وصعوباتنا. لو كنت ها هنا ما مات أخي، ألا حبيبتي أنا هي القيامة، أنا هي القيامة. يسوع لم يأتي ليخدم بل جاء ليخدم وليبذل نفسه عن كثيرين. يا يايروس لا تخف لأن مقدراتي تفوق توقعاتهم. هنن عم يتوقعوا شفاء بس أنا رح ورجيك اليوم شو بدي أعمل. لا تسمع لمن يفشلك. كثيرين الناس اللي بيفشلوك، ما بعرف هيدي مواهب مصدر جهنم. في ناس روح قلبهم هيك يفشلوا يأسوا، إيه الله يكون بعونك يعني صدقني مصيبتك ما بتنحمل. في ناس شغلتهم يفشلوا، روح يا زلمة روح روح حط راسك ونام الصباح رباح، شو بك تعمل؟ قدرك قدرك مسكين الله يكون بعونك. لا تسمع لمن يفشلك. المفشلين دايما في عندهم وقود للفشل، دايما في عندهم مواقف علشان يفشلوك. أو لمن يغير طريقك عني لأني سأباركك. لو ما قال له يسوع لا تخاف كان يمكن يايروس قال له حسنا فعلت يا معلم، إن لله وإنا إليه راجعون. شيل حاله بيرجع. لا يا حبيبي هيدي مش موجودة عنا، مش موجودة عنا. أنا رح أجي معك ورح أتعامل معك بطريقة رائعة جدا. هناك طريقتين نتعامل بها مع الله، إما أن نثق به ك
كما وثق به يوسف. يوسف لما نزل في البير شو خطر على باله بشريا؟ كل المنامات اللي شافها وكل الوعود اللي نالها من الرب، مش شاف حزمتين وبقيه الحزم ما عم تسجد له الى اخره، حزمه وبقيه الحزم كلها عم تسجد له، وامه وابوه عم يسجدوا له. لما نزل في البير وزدتوه شو قال؟ بشريا طلع منام، حلم، ما طلع وعد، طلع فالصو. لما طلعوه من البير شو صار عند يوسف؟ بشريا جددت آماله، انباع لمين؟ لفطيفار. الهيئة مش أهلي اللي بدهم يسجدوا لي وأخوتي، الهيئة أنا اللي بدي أسجد لفطيفار ولمرت فطيفار. لا لا لا، يمكن اللي طلعني من البير يطلعني من عند فطيفار. ايه رح تطلع من عند فطيفار، بس رح تطلع على السجن، رح يتخوا عظامك يا يوسف في السجن. وهناك يا يوسف أي مواعيد، لكن مش رح طول عليكم، نحن بنعرف بعدين شو صار يوسف. تماما مثلما وعد الرب يوسف في ذلك الحلم، تماما جاء إخوته وجاءت عائلته وسجدت أمام قائد مصر الثاني، اليد اليمنى لفرعون، إنه يوسف. أنا يا يوسف عندي الطريقة، وأنا يا يوسف عندي المواعيد. بتقولوا لي يوسف شكلي لحظة؟ أنا بقلكن يوسف ما شك ولا للحظة، والدليل إنه ما شك لما إجاله العرض الذهبي والفرصة التي لا تتكرر، مش هيك؟ أحيانا بيجينا نحن عروض ذهبية وفرصة قد لا تتكرر، أن تقيم علاقة مع زوجة فوتيفار وتفتح لك أبواب النعيم، طاقة القدر بتنفتح لك، مش هيك الناس بتقولوا؟ فتحت لك طاقة القدر يا يوسف وعم ترفسها. ألا أمهليني يا سيدتي يومين أبيت استخارة وأرد عليك إن شاء الله. هيك قال يوسف. ألا لا أستطيع يا مولاتي، كيف نفعل هذا؟ لعل فطيفار يدخل علينا فجأة، فماذا نفعل؟ دعينا من هذا الأمر، ودعيني يا زوجة فطيفار أن نكون أصدقاء، بوي فريند يعني، بس هيك بوي فريند على الخفيف. تعرف شو قال له؟ هلا شو عم تحكي أنت؟ كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ الله الذي تركك، الله الذي سمح أن تذل، الله الذي سمح أن تهان، الله الذي سمح أن تضرب، الله الذي سمح الآن أن يدكك في السجن، بتوقف وبتقول كلا؟ نعم. وهذا أكبر دليل إخوتي أنه يوسف كان متمسك بكلمة الرب. صلاتي ودعوتي إليك اليوم، تمسك بمواعيد الرب اللي موجودة في كلمة الرب، مش الموجودة عند البصارات الروحيين. تعرفون مين هدول البصارات؟ ما عندكم بصارة بالكنيسة؟ أستاذ ما عندكم بصارة هون؟ بصارة؟ في؟ بيجي هيك لعندك وبقول لك يا خيي بدي صلي لك، بيصلي لك هيك وبقول لك وبحكي لك، طبل لك الفنجان وبيحكي لك شو بده يصير معك والبركات اللي محضر لك ياها الرب والى اخره، مش هيك؟ انت هيك رح يصير معك. او بيجي بقول لك اعلن لي الرب. لا يا حبيبي، ارجع لك كلمه الرب، في عنده كل المواعيد اللي بتحتاجها. كنت مره بي 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 بلبنان بالباترون، واجت لعندي وحده بصاره، قالت لي بصاره دراجي ما بعرف ايش احكي لك، انت حظك بالاخره. قلت لها انا بدي احكي لك مصيرك الابدي، مصيرك الابدي انت رايحه لجهنم لانك ما عرفتي الرب يسوع المسيح، لانك انت حاطه ايدك بايدين الشيطان. صارت كلها تتهز، دارت وجهها
ومشيت. قاموا قالوا لي الشباب منيح ما شالت شغلة وخبطتك فيها. هيدا عم انت نكشت عش الدبابير. رب يعطينا أخوة الأحباء ما نلحق الإخوة البصارين، وإنما نتبع ونلحق ونخضع لمن يعرف آجالنا وأمورنا، لمن حياته بين أيدينا، لمن يحبنا ويريد كل الخير لنا. لا تخف يا يايروس، عندما يلتقي الموت مع الحياة شو بيصير؟ بتموت الحياة ولا بيموت الموت؟ بيموت الموت. عندما تلتقي الطهارة مع النجاسة، لما يسوع لمس الأرملة المرأة النازفة الدم، يسوع تنجس ولا المرأة طهرت؟ ولما لمس الفتاة الميتة، مات يسوع ولا قامت هي من الموت؟ قامت هي من الموت. لما بيلتقي رب الحياة مع الموت، الموت يختفي. أحبائي، الحياة والموت ظلام ويسوع نور. لما بتفوت على غرفة معتمة مظلمة وبتشعل الضوء، بتعتم اللمبة ولا بتنور الغرفة؟ بتعتم اللمبة ولا بتنور الغرفة؟ معي أنتوا ولا كلياتكم يوم كنتوا على فطور تقيل مثلي؟ بتنور الغرفة. لما يسوع بيدخل حياة إنسان، بغيرها ولا ما بغيرها؟ بغيرها، وبيصنع منه إنسان جديد. رب يعطينا إخوة الأحباء أن نعرف يد يسوع الحنان. مد يده يسوع إليها وقال لها، شو قال لها؟ فسمع يسوع وأجابه قائلا: لا تخف، آمن فقط فهي تشفى. فلما جاء إلى البيت لم يدع أحدا يدخل إلا بطرس ويعقوب ويوحنا أولاد النور، لأنه هيدا العمل اللي بده يصير. هيدا اختبار رائع. وأبى الصبية وأمها، فأخرج الجميع خارجا وأمسك بيدها ونادى قائلا: يا صبية قومي. لمسة الشفاء. طيب، وقت لعازر بيقول صرخ بصوت عظيم، شيك لعازر هلم خارجا فخرج، شيك ابن أرملة نايين لما كان رايحين يدفنوه التقى في يسوع، فوقف ولمس النعش وقال له: أيها الشاب لك أقول قم. قام. لكن لما إجا عند هيدي الصبية، ليه يسوع ما حكاها؟ ليه يسوع ما لمس السرير؟ ليه راح ومد إيده وشفاها؟ هيدا اجتهاد مني. مثل ما الإيد اللي مدت على يسوع وكانت سبب سحب البركة والتعطيل والتأخير، أنا اليوم رح مد إيدي لحتى عوضك عن هديك الخيبة. هديك الإمرأة 12 سنة بلمسة أخذت الشفاء، وبنتك اللي عمرها 12 سنة رح أمد إيدي أنا وأمسك إيدها وأحكي معها وأقلها قومي. مش رح أخلي الشفاء يكون شفاء عادي، رح أخليه الشفاء يكون غير عادي. مبارك اسم الرب. وهو قبل شوي لمس امرأة نازفة دم نجسة، مثل ما كنا عم نحكي أنا والأسيس نقولها اليوم الصبح، أنه هيدا كان تحدي لرئيس المجمع، أنك أنت لمست امرأة نجسة. تحدي لرئيس المجمع أنك تفعل هذا الأمر ما ينافي به الناموس. كيف يمكن أن يكون هذا الأمر؟ إخوة الأحباء، يسوع مد يده، والدليل أن يسوع كان على حق أنه البنت قامت من بين الأموات. مبارك اسم الرب يسوع المسيح. منابع السلطان إخوة الأحباء في ابن الإنسان.
سواء كان في كلمة، سواء كان في لمسة، سواء كان في مدة يد. يسوع أخوتي الأحباء شفى بطرق عديدة، شفى عن بعد، قال له لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لكن قل كلمة. عن بعد شفى، باللمس شفى، بالكلام شفى، بمدة اليد شفى، بطرق عجيبة وعديدة. في هذا المساء أدعوك أخي الحبيب أن تفتح قلبك إلى الرب وتجي لعنده وتقول له يا رب أنا في هيدا المساء عرفت أنه في كتير طرق أنت بتستخدمها لحتى تحقق مشيئتك في حياتي، في كتير طرق يا رب أنت ممكن تستخدمها علشان أقدر أتخلص من صعوباتي وتحدياتي. ما بعرف شو صعوباتك وتحدياتك، لكن أنا واثق كل واحد منا ابتداء مني إلى أصغر واحد في هيدي القاعة واعي فهمان في عنده صعوبات، في عنده تحديات، في عنده أمر يقلقه، في عنده أمر يزعجه، في عنده أمر يخيفه. ممكن يكون مرض، ممكن يكون ضيقة مادية، ممكن يكون مشكلة في البيت، ممكن يكون مشكلة مع أولادك، ممكن يكون مشكلة مع زوجتك، زوجتك متعبتك، يعني مش زوجتي بشكل عام، زوجتك متعبتك، زوجتك قلقتك، بجوز بالعكس يكون زوجك مأهملك، متجنبك، مش عم يتعاطى معك، حياتك مكركبة، بالكنيسة مش عم تاخد بركة. بهيدا المساء بشجعك يا أخي الحبيب إنك تتعلم من هيدي المرأة تنتزع البركة والشفاء من يسوع، إنك تتعلم من هذا الرجل الكبير ذو الشأن رئيس مجمع أن تخر عند قدميه وتقول له يا رب يا يسوع ابنتي تموت، ابنتي مريضة جدا، يا رب بجي لعندك بهيدا المساء، أنا تعبت من نمط حياتي، أنا تعبت يا رب من الازدواجية في حياتي، أنا تعبت يا رب من المشاكل اللي كل ما بحاول حلها بشوفها بتتعقد أكتر، أنا تعبت يا رب من الطريقة اللي عم فكر فيها، واليوم سمعت كيف أنت بتشتغل، واليوم سمعت كيف أنت بتعمل، وأنا يا رب بجي لعندك بثقة وبإيمان. مين مستعد في هيدا المساء يقول له يا رب آتي إليك بكل قلب خاشع، آتي إليك يا رب بثقة، بثقة البنين، آتي إليك في هذا المساء يا رب وأنا أعرف أن من يقبل إليك لا يخرج خارجا. مش أنت قلت، مش أنت قلت تعالوا إلي يا بعض المتعبين، يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم من أغلب أحمالكم، أنا أريحكم من جميع أحمالكم. رب يعيننا أخوتي الأحباء في هذا المساء أن نثق بهذه الوعود وأن نقبل هذه الدعوة. دعونا أخوتي الأحباء أمام كلمات النعمة هذه نحن رؤوسنا أمام الرب للصلاة. دعونا نصلي أحبائي. بجوز في هذا المساء بتحتاج لمسة إيمان، بجوز في هذا المساء بتحتاج إلى كلمة السلطان، وبجوز بتحتاج إلى يد يسوع الحنان. ما بعرف شو حاجتك، ما بعرف شو صعوباتك، ما بعرف شو تحدياتك، لكن بقول لك مرة تانية في هذا المساء تعال إليه وسلم لي، حط حياتك بين إيديه الآن. من المستقبل قل له يا رب المستقبل بين إيديك، في مشكلة عم تقض مضجعك، عادة سيئة، نميمة، افترة، نحن في زمن الغفران، نحن في زمن التوبة، نحن في زمن البركة والوعود. لو يا رب أنا متمسك بوعودك وأنا واثق بوعودك اللي هي صادقة، وبجي لعندك يا رب بهيدا المساء وبحط الأمر الفلاني بين إيديك، بحط حياتي بين إيديك، بحط خطاياي بين إيديك، بحط يا رب حياتي القديمة، حياتي الماضية بين إيديك،
بعترف لك يا رب بالأمر الفلاني، بعترف لك بالخطية الفلانية، بعترف لك بشكي بضعفي، بعترف لك يا رب بفتوري. لا تسمح يا رب أن أكون مثل هدول الأشخاص اللي كانوا بيزدحموا حواليك لكن قلبهم بعيد عنك. لكن أعطيني يا رب أكون بجرأة هذه الإنسانة وألمسك لمسة إيمان، أسمع صوتك الحنان، مد لي يدك القديرة أيها السيد الرب. تبارك قلوبنا وتشكرك يا رب لأجل رسالة الحياة ولأجل هذه الحادثة المباركة والعظيمة اللي تعلمنا كثير من الدروس لحياتنا. أصلي إليك تجعلها بركة لأذهاننا، بركة لقلوبنا، بركة لحياتنا. ساعدنا يا رب أن نكون سامعين وعاملين، ليس سامعين ناسين خادعين أنفسنا. يا رب أعطي روح توبة، أعطي يا رب روح خضوع أن نقبل أن تعمل في حياتنا. ليتبارك اسمك يا رب، بارك كل رأس منحني وكل قلب منكسر وكل شخص قرر في هذا المساء أن يخضع إرادته لإرادتك وأن يثق فيك وأن يمد يده ليلمس لمسة شفاء ولمسة تحرير ولمسة خلاص. مبارك اسمك إلهنا الصالح. آمين.